مدبولي يؤكد ضرورة مواصلة تجديد الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات تؤثر على الأسعار. مجلس الأمن يعقد جلسة اليوم بشأن محطة زاباروجيا النووية بأوكرانيا. وارتفاع أسعار الغاز في أوروبا وهبوط الاحتياطي الأمريكي من النفط لأدنى مستوى منذ 37 عاماً. منتصف الليل القاهرة العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم، بداية هذه النشرة مع دانا مدحت. إليك دانا. أهلا بك لما، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحكومة أهمية خاصة لاحتياجات المصنعين من العملة الصعبة اللازمة من أجل توفير مدخلات الإنتاج تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال ترأسه اجتماع لجنة إدارة الأزمة الروسية الأوكرانية، شدد مدبولي على ضرورة مواصلة تجديد الحملات الرقابية على الأسواق من أجل منع أي ممارسات غير منضبطة تؤثر على الأسعار. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن متابعة تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء هي مسؤولية المحافظين بصورة كاملة. وخلال ترأسه اجتماع لمجلس المحافظين، أكد مدبولي أن تداعيات الأزمة العالمية راهنة استوجبت اتخاذ العديد من الإجراءات لتقليل حدتها بقدر المستطاع، من بينها اتجاه الحكومة نحو إعلان عدد من الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية بهدف توفير الغاز الطبيعي لتصديره للخارج وزيادة العائد من النقد الأجنبي. أكد أيضا رئيس الوزراء ووجه بوضع خطة تنفيذية بكل محافظة لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت العامة والأندية ومراكز الشباب وغيرها، مع مراعاة تقييم تلك الإجراءات في تحقيق مستهدفات الدولة لتوفير الكهرباء. كما كلف مدبولي المحافظين ببدء تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة وحديقة مركزية بعواصم المحافظات والمدن الكبرى. عقد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة. استعرض الاجتماع سير العمل في تنفيذ المشروعات في نطاق العاصمة الإدارية الجديدة، سواء ما يتعلق باستكمال تنفيذ المباني الحكومية ومنظومة رقمنة الوثائق الحكومية وحتى أعمال المرافق والإنشاءات وشبكات البنية التحتية، كذلك ما يتعلق بموقف تنفيذ مشروعات الحي الحكومي تمهيدا لانتقال الوزارات بصورة دائمة للعمل هناك. هذا وقد عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة تنفيذ تكليفات رئيس السيسي والخاصة بالعمل على تعظيم القيمة المضافة للخامات والثروات التعدينية المصرية. وأكد مدبولي في مستهل الاجتماع أن الدولة تستهدف من خلال التوسع في تنفيذ المزيد من المشروعات التعدينية وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية التي تسخر بها مصر، ودفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية الشاملة بما يسهم في تحسين المستويات المعيشية للمواطنين. كما عقد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض آليات وحوافز الاستثمار في خامات الكوارتز والرمال البيضاء تنفيذا لتكلفات السيد الرئيس السيسي بتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى التوجه نحو توطين صناعة الرقائق الإلكترونية في مصر. تطرق الاجتماع أيضا إلى قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع الجهات المعنية التابعة لوزارة البترول بدراسة آليات تحفيز القطاع الخاص وتقديم حوافز للاستثمار في مجال إنشاء تجمعات صناعية لخام الرمال البيضاء. شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر وقائع ندوة رئيسية لهيئة التدريب للقوات المسلحة بعنوان دور العلم والتكنولوجيا في الحروب الحديثة، وذلك في إطار متابعة القيادة العامة للقوات المسلحة المستمرة لكل الأنشطة العلمية والبحثية التي تتم بكل هيئات وإدارات القوات المسلحة.
وخلال الندوة نقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحية وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للحضور، مؤكدا أهمية التنسيق مع كافة المؤسسات المدنية المتخصصة والجامعات المصرية لتحافظ القوات المسلحة على قدراتها في طليعة المؤسسات التي تتبع كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة والمتطورة بما يحقق استقرار وتماسك المجتمع. هذا وتناولت الندوة عددا من الموضوعات في مجالات حرب المعلومات والهجمات السيبرانية وأنظمة الطائرات الموجهة بدون طيار، وخلصت الندوة إلى ضرورة الاستفادة من التطور التكنولوجي الهائل والمستمر في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، فضلا عن الاستفادة من دراسات الخبراء في مجال الطائرات الموجهة بدون طيار ارتباطا بتنامي التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه الأنظمة العسكرية عالميا وحشد الطاقات لمجابهة كل التهديدات التي تؤثر على الأمن القومي المصري. نظمت أكاديمية الشرطة دورات تدريبية ل 133 متدربا من الدول الإفريقية بعدد من المجالات الأمنية. برامج تدريبية وتعليمية متطورة يتلقاها الكوادر الأمنية الأفريقية داخل المنشآت التدريبية والتعليمية الأمنية المصرية في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم القدرات الأمنية للأشقاء الأفارقة لتحقيق الأمن والاستقرار لشعوبهم. من هذا المنطلق استضاف مركز بحوث الشرطة 133 كادراً أمنياً أفريقياً تلقوا برامج تدريبية في مختلف مجالات العمل الأمني مواكبة لأحدث المستجدات. الدورات التدريبية جاءت بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية وفي إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه مصر للأشقاء الأفارقة لدعم قدراتهم الأمنية بأسلوب علمي متطور على يد نخبة من الخبراء والمختصين في كافة المجالات الأمنية عملياً ونظرياً. We'll be having classes on how to look out for traces, how to fix traces from the scene, and how to look out for contact at the crime scene. We've also been taken to the labs to get a first-hand experience of how to examine these traces collected at the scenes. اكتسبنا مزيد من المهارات، مزيد من العلوم، مزيد من المعرفة المتطورة والمتقدمة التي تؤهلنا أن نكون سفراء لكم إن شاء الله عند عودتنا إلى ديارنا. Le laboratoire scientifique avec ces différents experts, j'ai été également impressionné par le haut niveau de préparation de ces experts. المتدربون من الكوادر الأمنية الأفريقية أثنوا على البرامج التدريبية الأمنية المصرية وعلى المدربين ومهاراتهم واحترافيتهم، مؤكدين على دور تلك البرامج في رفع كفاءتهم الأمنية التي تسهم في تحقيق الأمن في بلدانهم. Je suis satisfait de l'opportunité de participer à ce stage qui m'a permis d'acquérir des connaissances nouvelles en ce qui concerne la détection et la manipulation des explosifs. À cela, cette formation nous a été bénéfique. Elle nous a permis d'acquérir les capacités et les connaissances en matière des engins explosifs improvisés, notamment la manipulation, la détection et la destruction de ces engins explosifs improvisés. The knowledge acquired here will be distributed to my Mauritian comrades, and this course will help us in my career. Different skills, different tactics in weapon training, tactics, and so other many disciplines. We have learned how to handle the weapon with care, fight in a built-up area, fight in an open area. They are professionals in their own fields, and we must appreciate what they are doing, and we thank them sincerely. So I would like to use this medium to thank the Egyptian government for organizing this in collaboration with the Egypt Police Academy.
عقب انتهاء الدورات التدريبية أقيمت احتفالية للكوادر الأمنية الأفريقية بمناسبة تخريجهم مع تكريم أوائل المتدربين. They have given to us. I thank the police academy for the provision they have made to us, the environment, the comfort, the effort they have put together to make sure that we have this course. And finally, I have to thank the Minister of Foreign Affairs. It's been interesting, and this course is worthwhile. D'abord, je remercie tout le peuple égyptien et son président, son excellence Abdel Fattah al-Sissi, les autorités de l'Académie de police égyptienne qui nous ont conduits tout le long de ce stage. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. هذا وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 443 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 144 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 107 أطنان، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 37 طن. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 738 قضية، من بينها 180 قضية خبز ناقص الوزن و178 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط قرابة 6 أطنان أقماح محلية. أمر نائب العام بحبس المتهمة بقتل المجني عليها سلمى بهجت عمدا مع سبق الإصرار والترصد 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات. كشفت تحقيقات ارتكاب المتهم الجريمة بعد ملاحقتها المجني عليها لفترة قد هددها فيها وذويها بالإساءة لسمعتها وقتلها على إثر رفضهم خطبته لها لسوء سلوكه وتعاطيه المواد المخدرة وشذوذ أفكاره ومعتقداته. كما استكملت النيابة العامة إجراءات التحقيق بالاستماع إلى 11 شاهدا منهم 5 رأوا المتهم حال ارتكابه هذه الجريمة. تحذر النيابة العامة من التهافت واللهث الإعلامي غير المبرر خوضا في تفصيلات الواقعة وفي تحليلها، كما تحذر على حظر تداول أي مواد متعلقة بالجرائم الجنائية بمواقع التواصل الاجتماعي وحتى وسائل الإعلام والصحافة المختلفة إلا ما تفصح عنه في بياناتها الرسمية. سلم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي 30 مركب صيد مجهزة بأحدث أدوات الصيد إلى 30 صيادا من صغار الصيادين من أهالي قرية بساط كريم الدين مركز شربين بمحافظة الدقهلية، وذلك في إطار مبادرتي مراكب النجاة وحياة كريمة. يأتي ذلك ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للارتقاء بالفئة الأكثر احتياجا، حيث تم دعم صغار الصيادين بالقرية وتأمين مصدر دخل لهم من خلال تحفيزهم على تطوير حرفتهم بتسليمهم مراكب صيد حديثة مزودة بموتور ومعدات صيد حديثة كاملة استثمارا لمهاراتهم التي اكتسبوها في الصيد. فتم تزويد 30 منهم بمشروعات مراكب صيدة، وتم عمل ثلاجة لحفظ الأسماك حتى يتسنى لهم تسويق ما يقومون بصيده بالشكل الأفضل، على أن يكون المستفيدون من استلام مراكب الرزق ممن يعولون أو يعولون أسرا كبيرة ولا يملكون مراكب صيد بالفعل ويملكون مهارات في احتراف مهنة الصيد. أعلنت وزيرة البيئة دكتورة ياسمين فؤاد عن فتح باب التسجيل لحجز الأجنحة بالمنطقة الخضراء بشرم الشيخ للجهات الراغبة في المشاركة في مؤتمر المناخ كوب 27 من الشباب والجمعيات الأهلية وحتى المنظمات والشركات من مصر والعالم والمقامة بحديقة السلام خلال مؤتمر المناخ. كذلك خلال زيارتها المدينة للوقوف على آخر المستجدات من الأعمال والإنشاءات وتجهيزات الخاصة بالمؤتمر كوب 27. هذا واستعرضت وزيرة البيئة أعمال التطوير ورفع كفاءة حديقة السلام في المدينة،
بالإضافة إلى القاعات المخصصة لعقد الأحداث الجانبية خلال المؤتمر. عقدت اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة اجتماعا في القاهرة في إطار حرص الدولة المصرية على تنمية وتطوير أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع السودان. ووقع الجانبان المصري والسوداني عددا من الاتفاقيات، من بينها مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ووزارة التجارة والتنمية السودانية، ويمثلها إدارة المعارض، وتستهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال المعارض والأسواق الدولية. وقد أكد الجانبان التزامهما بأحكام اتفاقيتي الكوماسا ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده سترد على القصف الروسي لبلدة في الجنوب الشرقي لأوكرانيا وستلحق أكبر قدر ممكن من الضرر بروسيا. وفي كلمة مصورة له أكد زيلينسكي بأن القوات المسلحة الأوكرانية لن تترك القصف الروسي لمنطقة دنيبرو بتروفسك الذي أوقع 13 قتيلا وعشرة مصابين دون رد، ومشيرا إلى أن الهجوم أكد على ضرورة قيام حلفاء كييف بتزويد الجيش الأوكراني بأسلحة أكثر فتكا. يعقد مجلس الأمن اليوم الخميس جلسة بناء على طلب روسيا، وذلك لمناقشة ملف محطة زبروجيا النووية في أوكرانيا. وأوضح مصدر دبلوماسي أن الطلب الروسي جاء بعد تزايد الهجمات الأوكرانية على محطة زبروجيا وعواقبها الكارثية المحتملة. أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصدد تنظيم زيارة إلى محطة الطاقة النووية في زبروجيا بأسرع وقت ممكن. قال أيضا إن الأمم المتحدة مهتمة بوصول وفد وكالة الطاقة الذرية سريعا إلى محطة زبروجيا، ومشيرا إلى أن الوكالة تواصل العمل مع كافة الأطراف المعنية في هذا الصدد، والأمم المتحدة تدعم الوكالة الدولية بكل الوسائل الممكنة. اتهمت أوكرانيا روسيا باستغلال موقعها في محطة طاقة نووية كانت قد استولت عليها، واستهدفت بلدة قريبة بهجوم صاروخي أدى إلى مقتل 13 على الأقل وإصابة الكثيرين بجروح خطيرة. وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بتعريض سلامة المحطة الضخمة والأكبر في أوروبا للخطر من خلال تبادل الهجمات على مقربة منها. وحثر فائيل جوسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الجانبين على ممارسة ضبط نفس، محذرا من خطر حقيقي جدا لحدوث كارثة نووية. اتهمت مجموعة الدول الصناعية السبع موسكو بأنها تعرض المنطقة الأوكرانية المحيطة بمحطة زبروجيا للطاقة النووية للخطر. طلبت روسيا بأن تعيد المحطة على الفور إلى مالكها السيادي والشرعي، ومضيفة أن سيطرة روسيا المتواصلة على المحطة هي التي تعرض هذه المنطقة للخطر. We'll be right back.
قالت القيادة العسكرية الجنوبية الروسية إن أوكرانيا قصفت أحد جسرين على نهر دنيبرو في الجنوب الذي تحتل روسيا، مما زاد من الأضرار التي خلفتها هجمات سابقة. وأوضحت القيادة أن قصف جسر كاخوفسكي يهدف لإيجاد مصاعب أمام الخدمات اللوجستية الروسية. قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة إن أول شحنات القمح ستبدأ في الخروج من الموانئ الأوكرانية وذلك الأسبوع المقبل بموجب اتفاق الحبوب. قال المسؤول إن الشحنات 12 الأولى التي غادرت الموانئ الثلاثة المطلة على البحر الأسود والتي شملتها الصفقة كانت تحمل ذرة ومواد غذائية أخرى. هذا وأضاف بأن صوامع الذرة في أوكرانيا كانت ممتلئة عندما بدأت روسيا عملياتها العسكرية في شهر فبراير الماضي. أطلقت إسبانيا مشروعا تجريبيا لاستيراد الحبوب من أوكرانيا بالقطار لاستكشاف مدى إمكان استخدام وسيلة النقل إذا تم إغلاق الطرق البحرية أو تم حظر بسبب الأزمة الأوكرانية. وقالت وزارة النقل الإسبانية أن قطار إنفي للشحن يتألف من 25 حاوية طول كل منها 12 مترا، وغادر مدريد كجزء من المشروع الإسباني متوجها إلى بلدة خليم البولندية القريبة من الحدود الأوكرانية. Russia's brutal and unprovoked assault on its neighbor Ukraine has fueled a global energy crisis. Европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы. We also need to prepare now for further disruption of Russian gas supply. دخلت تدابير الاقتصاد في إسبانيا حيز تنفيذ في استهلاك الطاقة التي أقرتها الحكومة في سياق الخطة الأوروبية للحد من واردات الغاز الروسية. نصت القرارات على استخدام التكييف ب 27 درجة في الجزء الأكبر من المتاجر وحتى في المؤسسات الثقافية ومنشآت النقل. أما في الشتاء فينبغي ألا تتخطى التدفئة في هذه المواقع 19 درجة. وتنص أيضا القرارات على إطفاء أضواء واجهات المتاجر وإنارة المباني العامة اعتبارا من 10 مساء. ارتفع سعر الغاز في أوروبا فوق 2200 دولار لكل 1000 متر مكعب، حيث أفادت نتائج تعاملات بورصة لندن بارتفاع أسعار الغاز بأكثر من 7%. وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر سبتمبر في TTF في مركز هولندا إلى 2210 دولارات لكل 1000 متر مكعب، وبلغت الزيادة الإجمالية في تكلفة الغاز منذ بداية اليوم ل 7.7%. قفزت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي نحو 5% إلى أعلى مستوى في أسبوع وسط هبوط في الإنتاج وتوقعات بزيادة في الطلب. جاءت زيادة في الأسعار على الرغم من توقعات بانحسار موجة حارة حتى منتصف أغسطس واستمرار إغلاق مصنع فريبورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس الذي كان يستهلك ملياري قدم مكعبة يوميا من الغاز قبل إغلاقه في 8 من شهر يونيو. ارتفعت أسعار النفط بعد أن تعافت من خسائرها الأولية بدعم من أرقام مشجعة بشأن طلب على البنزين في الولايات المتحدة، وبيانات أضعف من المتوقع للتضخم دفعت المستثمرين إلى الإقبال على الأصول العالية
للمخاطر. وأنهت عقود خام القياسي العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق في جلسة التداول مرتفعة ب 1.1% لتسجل عند التسوية ب 97 دولار و 40 سنت للبرميل. وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة ب 1.6% إلى 91 دولارا و 93 سنت للبرميل. أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن مخزونات النفط في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة قد هبطت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ أبريل لعام 1985. أشارت البيانات إلى أن احتياطيات النفط الاستراتيجية قد تراجعت إلى 5,300,000 برميل على مدار الأسبوع والمنتهي في الخامس من شهر أغسطس إلى 464,500,000 برميل يومياً. قالت ليز تروس المرشحة لقيادة حزب المحافظين البريطاني أنها ستعمل مع شركات الطاقة لخفض الأسعار إذا أصبحت رئيسة للوزراء. وتقول تروس التي تتصدر السباق على خلافة بوريس جونسون أنها تحبذ تخفيضات ضريبية على تقديم دعم مباشر لمساعدة الأسر التي تعاني من عبء تكلفة المعيشة، فيما يقول منافسها ريتشي سوناك أن هذا لن يساعد أولئك الذين هم أكثر احتياجاً. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن معدلات التضخم في الولايات المتحدة تظهر علامات على الاعتدال، وذلك بعدما أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن تراجع التضخم في شهر يوليو الماضي. وفي كلمة له أشار بايدن إلى أن رغم بعض الإشارات إلى أن التضخم ربما بدأ في الاعتدال، لأن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لجعل معيشة المستهلكين الأمريكيين أكثر يسراً. هذا وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن المجلس سيقر مشروع قانون لخفض التضخم يوم الجمعة. وفي رسالة إلى زملائها الديمقراطيين وصفت بيلوسي مشروع القانون والبالغ قيمته 430 مليار دولار الذي وافق عليه مجلس الشيوخ في مطلع الأسبوع بأنه تشريع مصيري. أغلقت بورصة وول ستريت على مكاسب مع انحسار مخاوف في زيادات الفائدة بعد بيانات التضخم، وصعدت وول ستريت بأكثر من 1%، بينما أنهى المؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسية جلسة تداول مرتفعا بنسبة 2%، في حين قفز المؤشر ناسداك بنسبة 2.85%، كما ارتفع المؤشر جونز الصناعي بنسبة 1.63%. قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن حكومة الولايات المتحدة سجلت عجزا في الميزانية بلغ 211 مليار دولار في يوليو الماضي، بانخفاض 30% عن أو من العجز المسجل في شهر نفسه من العام الماضي والبالغ 300 مليار و 200 مليون دولار، وذلك بفعل زيادة طفيفة في الإيرادات وهبوط في الإنفاق المرتبط بفيروس كورونا. وأضافت الوزارة أن الإيرادات في يوليو نمت 3% عن مستواها قبل عام إلى 269 مليار دولار، في حين هبطت المصروفات ب 15% إلى 480 مليار دولار. قال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في مينيابوليس إنه ما زال يعتقد بأن البنك المركزي الأمريكي سيحتاج لرفع معدل الفائدة بمقدار 1.5 نقطة مئوية أخرى هذا العام ولإجراء المزيد من الزيادات في عام 2023.
أضاف بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي بعيد جدا عن إعلان الانتصار في معركته ضد التضخم، على الرغم من الأنباء المرحب بها في تقرير مؤشر أسعار المستهلكين والذي أظهر بأن التضخم ربما بدأ ينحصر. توقع تشارلز إيفنز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو مواصلة البنك المركزي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة لتصل إلى نطاق بين 3.25% و 3.50% هذا العام، وإلى نطاق ما بين 3.75% و 4% بحلول نهاية العام القادم. وفي تصريحات نقلتها عن وكالة رويترز، أشار المسؤول الأمريكي إلى أن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الذي يظهر بأن التضخم لم يرتفع في يوليو هو القراءة الإيجابية الأولى بشأن التضخم منذ أن بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية، على الرغم من أن تلك البيانات تظهر أن التضخم ما زال مرتفعا بشكل غير مقبول. تراجعت أسعار الذهب عن مكاسبها وتحولت للهبوط بعد تعليقات متشددة من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي. ثبتت الأمال في تخفيف وتيرة تجديد السياسة النقدية للبنك في أعقاب بيانات أظهرت انحصارا في ضغوط التضخم. تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.20% بعد أن كان قفز لأعلى مستوى منذ الخامس من شهر يوليو عقب نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة. انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.3% بعد دعوات مسؤولين بالبنك المركزي الأمريكي لمزيد من الرفع في أسعار الفائدة. أظهرت بيانات روسية رسمية أن التضخم السنوي في روسيا استمر في التباطؤ في يوليو مدفوعا بانخفاض على أساس شهري في أسعار المستهلكين وسط ركود في الطلب، وهو ما يعطي البنك المركزي حجة لمواصلة خفض أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات من جهاز الإحصاء الاتحادي روستات أن التضخم السنوي تباطأ في يوليو إلى 15.10%، ويستهدف البنك المركزي الروسي مستوى للتضخم السنوي عند 4%. أعلنت ألمانيا عزمها تبني سلسلة إجراءات ضريبية بقيمة 10 مليارات يورو في عام 2023 لمساعدة العمال على مواجهة التضخم المتصاعد. قال وزير المالية الألماني إن الوضع الاقتصادي يتدهور في البلاد وإن التوقعات هشة بأكبر اقتصاد في أوروبا، ومدافعا عن خططه لرفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل من أجل مواجهة زيادة التضخم الذي بلغ 8.5%. قفز الجنيه الاسترليني أكثر من 1% أمام الدولار الأمريكي بعد بيانات أقل من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة قودت التوقعات لزيادة قدرها ب 75 نقطة أساس في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي في سبتمبر المقبل. وقلص المتعاملون رهاناتهم على أن البنك المركزي الأمريكي سيقرر زيادة ثالثة على التوالي قدرها 75 نقطة أساس في اجتماعه الشهر القادم، بعدما لم تسجل أسعار المستهلكين أي زيادة على الإطلاق في يوليو عن الشهر السابق. وقفز الاسترليني 1.4% أمام العملة الخضراء المتراجعة ليصل إلى دولار وأكثر من 200 سنت، وهو أعلى مستوى في 8 أيام. أعلن البنك الوطني الروماني بأن معدل التضخم السنوي المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين سيصل إلى نسبة 13.9% في شهر ديسمبر المقبل مقارنة ب 12.5%، وهي النسبة التي توقعها تقرير التضخم الصادر في شهر مايو لعام 2022
بسبب استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. هذا وتوقع البنك أن يستمر معدل التضخم كور 2 السنوي في الارتفاع بنهاية العام الحالي ليبلغ بذلك 11.4% في شهر ديسمبر 2022 مقابل 10.9% في تقرير البنك السابق. أعلن البنك المركزي الصيني أنه سيحمي اقتصاد البلاد ضد مخاطر التضخم متعهدا بتجنب التحفيز في عملية الطباعة المفرطة للأموال لتحفيز النمو. وحسب ما أفادت بلومبرغ، أشار بنك الشعب الصيني في تقرير السياسة النقدية الفصلية إلى أن البنك سيدعم النمو الاقتصادي ويضمن استقرار الأسعار، كما سيوفر دعما أقوى وأعلى للاقتصاد الحقيقي. يأتي ذلك بعد إعلان الصين لارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.7% في يوليو على أساس سنوي، وارتفاعا من 2.5% في يونيو الماضي. وافق دائنو أوكرانيا الدوليون على طلب كييف بتجميد مدفوعات سندات دولية قيمتها نحو 20 مليار دولار لمدة عامين، وهي خطوة ستسمح للبلد الذي تمزقه الحرب بتفادي التخلف عن سداد الدين، حيث وافق دائنون على تأجيل مدفوعات 13 إصدارا من السندات السيادية الأوكرانية لحين أجال استحقاقها ما بين عامي 2022 و2033. تبحث دول جنوب آسيا عن خطط مبتكرة للخروج من التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية التي فاقمت التضخم لديها وأيضا زادت من مخاوف تخلفها عن تسديد ديونها. المزيد في هذا التقرير. قلق كبير تشهده دول جنوب آسيا مع تزايد مخاوف تخلفها عن تسديد ديونها المتراكمة في وقت تصاعدت فيه الاضطرابات التي اجتاحت جواره الشرقي. وتهرول باكستان بحثا عن خطة إنقاذ تجنبها التخلف عن سداد ديونها فيما تتدهور عملتها، وقد سعت بنغلاديش لتحصل على قرض استباقي من صندوق النقد الدولي. أما سريلانكا فقد تخلفت بالفعل عن سداد ديونها السيادية وانهارت حكومتها، كما شهدت الهند انخفاض عملتها لأدنى مستوياتها فيما يتضخم عجز ميزانها التجاري. خبراء اقتصاد أكدوا أن دول جنوب آسيا استمتعت خلال السنوات العشر الماضية بالديون الدولارية منخفضة التكلفة والتمويل الاستهلاكي مع مشاريع غير ضرورية. أما الآن فتعيش دول جنوب آسيا أحوالاً تشابه ما مرت به دول جنوب شرق آسيا منذ ربع قرن كانت تسمى بالأزمة المالية الآسيوية. وبدأ الصدع يظهر بشكل كبير هذا الربيع حين سارع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة للتصدي للتضخم ودفع ذلك لزيادات في جنوب آسيا، حيث كان التضخم يتسارع أيضا فاختفت الأموال السهلة وانخفضت قيمة العملات وتبددت احتياطيات النقد الأجنبي. يبدو أن صندوق النقد الدولي متساهل في مراحل مختلفة من التفاوض مع الاقتصادات الأكثر عرضة للضرر لتقديم قروض محتملة، إلا أنه فرض في ذات الوقت إجراءات تقشف قاسية على الحكومات المتعثرة في الأزمة الأخيرة. ومن المتوقع أن يتبع نفس القواعد هذه المرة بحسب خبراء. وما تزال هناك علامات خطر كثيرة، فقد ضرب المنطقة شح في الوقود والغذاء وارتفاع التضخم الناجم جزئياً عن أزمة أوكرانيا، فضلاً عن اضطرابات سياسية في سريلانكا وباكستان. أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي بأن الولايات المتحدة تعمل على تكثيف وجودها العسكري في المنطقة لخلق أزمة جديدة أكبر في مضيق تايوان.
قال الوزير إن زيادة تواجد واشنطن العسكري سيسهم في تصعيد الموقف، كما أكد بأن بعض السياسيين الأجانب قد يحاولون استغلال الوضع الحالي في تايوان لأغراضهم الخاصة. أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن الصين استغلت زيارتها إلى تايوان كحجة للتصعيد في المنطقة. وأكدت بيلوسي أن زيارتها لتايبيه هي رسالة لبكين بأنه لا يمكنها منعنا من زيارة تايوان، كما أكدت أن هدف الزيارة هي تأكيد للعلاقات الجيدة بين البلدين، كما شددت على أن الولايات المتحدة لن تسمح للصين بعزل تايوان. أظهرت وثيقة رسمية بحسب رويترز بأن الصين سحبت تعهدها بعدم إرسال قوات أو إداريين إلى تايوان بعد استعادتها، في إشارة إلى قرار الرئيس شي جين بينغ بمنح الجزيرة قدرا من الحكم الذاتي أقل مما تم اقتراحه في السابق. صدر تقرير الحكومي الصيني بشأن موقف بكين من تايوان بعد أيام من تدريبات عسكرية غير مسبوقة بالقرب من الجزيرة، وذلك في احتجاج على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان الأسبوع الماضي. هذا وترفض تايوان مزاعم الصين بالسيادة عليها، وتقول إن سكان الجزيرة هم من لهم حق تقرير مستقبلها وتتعهد بالدفاع عن ديمقراطيتها. من جانبها نددت السفارة الصينية في لندن بما وصفته بالتصريحات البريطانية غير المسؤولة، بعد أن استدعت وزيرة الخارجية البريطانية لستروس السفير الصيني ليقدم تبريرا لتصرفات بكين تجاه تايوان. وقالت السفارة الصينية على تويتر أن السفير رفض وأدان بشدة الخطاب غير المسؤول من جانب المملكة المتحدة بشأن رد الصين المشروع والضروري على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان في اجتماع مع مسؤول كبير بوزارة الخارجية البريطانية. وصفت الصين الولايات المتحدة بأنها المحرض الرئيسي على الأزمة الروسية الأوكرانية، وفي مقابلة مع وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء، اتهم سفير الصين في موسكو تشانغ هان هوي واشنطن بأنها تريد تطبيق نفس الأساليب التي اتبعتها في أوكرانيا في تايوان لإحياء عقلية الحرب الباردة وكبح الصين وروسيا وإثارة التنافس والمواجهة ما بين القوى الكبرى، ومشددا على أن عدم تدخل في الشؤون الداخلية هو المبدأ الأكثر أهمية للحفاظ على السلام والاستقرار في العالم. عربيا، أشاد رئيس تونسي قيس سعيد بالجهود التي تبذلها قوات الأمن للحفاظ على الأشخاص والممتلكات والحفاظ على حرية التعبير، كذلك خلال اجتماع مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين في قصر قرطاج لمتابعة الوضع العام في البلاد وضرورة تأمين المواطنين في كل مكان وتحت أي ظرف. وضع رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل مطار الموصل الدولي في محافظة نينوى. أكد الكاظمي بضرورة العمل لحل الانسداد السياسي في العراق واللجوء إلى الحوار من أجل حل الخلافات في العراق، كما أعلن بأن مطار الموصل الدولي سيمنح فرصا عديدة في مجالات مختلفة لمحافظة نينوى وحتى المناطق المجاورة. أضاف أيضا بأن هناك جهودا كبيرة لإعادة إعمار مدينة الموصل. هناك جهود جبارة تنجز عرض يوميا من أجل الإعمار، وأنا شخصيا أتابعها وأتابع تفاصيل التحديات، ونعمل على ترديد هذه التحديات من أجل أن نبعث رسالة أن العراقيين يستحقون الحياة، وأن العراقيين قادرين على تحويل التحديات إلى فرص نجاح، وإن شاء الله هذه المشاريع تستمر
في البناء والإنجاز وخدمة أبناء هذه المحافظة. اليوم جئتكم بعدما وعدتكم في ذات أخيرة أنه خلال شهر سوف نقوم بإنجاز ما وعدناكم فيه قضية تنفيذ أو وضع حجر أساس لهذا المطار. تأخرنا بعض الشيء، ولكن من أجل تدليل كل الموانع والعقبات القانونية حتى يكون إنجازنا إنجاز صحيح. مشروع مطار موصل مشروع استراتيجي ومهم لأبناء المحافظة، وسوف نضع حجر أساس اليوم، وسوف يتم العمل المباشر بهذا المشروع من اليوم. أفادت وكالة رويترز بأن رئيس وزراء كوسوفو حذر من تصاعد توتر مع صربيا، مؤكدا أن بلاده مستعدة للتصدي لهجوم محتمل من صربيا، كما حذر من أن تفاقم النزاعات مع الصرب قد يؤدي إلى صراع مسلح جديد. والآن وقفة مع أهم الأخبار الرياضية. تعادل فريق المقاولون العرب سلبيا مع ضيفها الجونة ضمن لقاءات الأسبوع 30 للدوري الممتاز. بهذه النتيجة تعقد موقف الفريقين، حيث ارتفع رصيد المقاولون للنقطة 26 في المركز 17 وقبل الأخير، بينما وصل رصيد الجونة عند 28 نقطة في المركز 15 بيتساوي مع إيسترن كومباني قبل 4 جولات من نهاية الدوري. هذا وتعادل سموحة مع فيوتشر 1-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الإسكندرية بالجولة 30 من الدوري الممتاز. تقدم فيوتشر عن طريق مهاجمه أحمد عاطف في الدقيقة 69، بينما نجح الياسيلا في إدراك هدف التعادل لسموحة في الدقيقة 75 من عمر المباراة. وبهذا التعادل يحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 49 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 42 نقطة. يستضيف فريق الإسماعيلي اليوم الخميس نظيره الاتحاد السكندري في منافسات الأسبوع 30 للدوري الممتاز. سيقام هذا اللقاء في الساعة 6:30 مساء في ملعب الإسماعيلية، ويمتلك الفريقان 33 نقطة، ولكن الإسماعيلي لديه مباراة مؤجلة. توج فريق ريال مدريد الإسباني ببطولة السوبر الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على نظيره إنترلاخت فرانكفورت الألماني بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب هلسنكي الأولمبي بالعاصمة الفنلندية. اللاعب النمساوي ديفيد ألابا افتتح تسجيل ريال في الدقيقة 37، ثم سجل الفرنسي كريم بنزيما الهدف الثاني في الدقيقة 65. والآن وقفة مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، حار رطب ليلا على معظم الأنحاء، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. وختاما مشاهدينا الكرام، هذه تذكرة بأبرز العناوين. مدبولي يؤكد ضرورة مواصلة تشديد الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات تؤثر على الأسعار. مجلس الأمن يعقد جلسة اليوم بشأن محطة زاباروجيا النووية في أوكرانيا.
وارتفاع أسعار الغاز في أوروبا وهبوط الاحتياطي الأمريكي من النفط لأدنى مستوى منذ 37 عاما. ولمزيد من الأخبار مشاهدينا الكرام، يمكنكم دائما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أب ستور أو جوجل بلاي أو حتى من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. كنت معكم أنا دانا متحة وزميلتي لما جبريل. نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.